فهذا النكران للنصرانية نراه يزيد النصارى دفعا لليهود لمعاداة الإسلام وتحطيم دوله، بل نرى صرنا للأسف من دول المسلمين أيضا من يتهافت على الصهاينة دعاة الدعوة الظالمة المعتدية على بلاد المسلمين ليساعدوهم في تغيير واقع المسلمين وتبديل صورة الإسلام التي حافظ عليها المسلمون طوال مئات القرون، ويودعون خيرة أهل العلم والدين والمصلحين على قوائم الإرهاب، ويفتحون الأبواب لكل كذاب وكل ناعق وكل فاجر أثيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.